في العراق، الإهمال والنفايات داخل مستشفى العلوية للأطفال في بغداد، وتحديدا في الطابق الأول يوجد القسم الاستشاري. يقول أحد المواطنين: يعني من يريد أن يذهب ليتعالج من مرضه ربما يخرج بأمراض أخرى. فنشاهد. هذا حال مستشفى العلوية مال الأطفال. ما أقدر أحكي بصوت عالي لأن التصوير ممنوع. هاي النفايات بس أنا بالطابق فوق بالاستشارية مال الأطفال. هاي خلي تشوف الحكومة العراقية هذا قدمته للشعب. وهنا كاتبين حافظوا على نظافة المكان لأنه بالكل جميل. هاي نظافة